طيب نتطلع الآن هلا بدنا نذكر حالنا بمعادلة الـ exponential decay. تطلعنا إذا بتذكرين كان عندي المعادلة الأساسية، لو عندي هاي المعادلة هيك أو الدائرة عفوا، وعندي فيها هون R، عندي فيها هون L، عندي V، وعندي هذا السويتش رح يسكر at time zero. عندي R هون وعندي L هون، وأنا هون مهتم في I L of T، مهتم في الكرنت اللي بمر في اللود أو الاندكتر. أخذتوا هاي الدائرة عدد كبير من المرات مظبوط. فعندي شو القيمة النهائية اللي بوصلها أو إيش الانيشال فاليو؟ راح أفترض إن الانيشال فاليو تبعه I L بيساوي zero. طيب I load final شو راح يوصل في النهاية القيمة النهائية له؟ V على R مش هيك؟ فهذه راح تروح على قيمة مقدارها V على R، هاي القيمة اللي infinity. فكأنه هلا هو بيبدأ من قيمة وبده يروح على قيمة، هذول القيمتين اللي بده يروح يبدأ منهم يروح عليهم. فكني بقدر أقول مثلا V R minus zero، بقدر أقول I L as a function of time بيساوي في ار القيمه النهائيه، كانه هذه هي القوه اللي عمالها بتدفشه، او هذه الفاليوز اللي بده يروح منهم، الانيشال فاليو والفاينل فاليو، الفاينل فاليو ماينس الانيشال فاليو. واذا متذكرين المعادله كانت تطلع عندي، انا ما راح ادخل فيها واحلها، انا بس بدنا نشوف شو بيطلع معي شكل المعادله النهائيه. وعندي هون هذا هون عفوا بيساوي ويساوي في على ار 1 ماينس اي، وتاو ايش هي لهي الدائره؟ L على R. فبتصير هاي E minus E minus E to the T على L على R. وهذا هو الشكل العام رح نتبعه في الحل. رح اطلع هو ايش الفاليو اللي بدأ منه، ايش الفاليو اللي عماله بده يروح عليه اللي بده يوصل له الفاينالي، وبعدين رح يكون عندي هذا هو الجروث اللي عماله بيصير او الديكي اللي عماله بيصير بالحالة هاي منه. جينا هلا طبقنا راح نشوف. هلا انا بهمني ستيدي ستيت كونديشنز، راح اركز بشكل رئيسي على ستيدي ستيت كونديشنز. خلينا نشيل اللي رسمناهم من الهارمونكس. اوكي هاي الدائره، وراح افترض انه احنا مر وقت طويل ووصلنا، راح اسمي هذه انا مسميها هون اظن اي نوت، وهذه راح اسميها I note و minus I note متساويين بعد steady state conditions، بس أوصل steady state conditions. لأنه ليش ممكن نفسرها؟ كيف ممكن نفسرها؟ لاحظوا الفولتج هذا فيش فيه DC component مظبوط؟ صح؟ الفولتج هذا فيه DC component، أنا راسمه بشكل سيء هون، بس هو المفروض أنه مش هيك symmetrical. فالستيدي ستيت كرنت أو الأفريج كرنت اللي راح يطلع معي لازم يكون زيرو، فبدها تكون هذه الويف فورم symmetrical مظبوط؟ under steady state conditions. في البداية لا، لوين بتكون زايحة؟ للأعلى إذا بديت أعمل switching لفوق، وللأسفل إذا بديت أول cycle أعمل switching لتحت، بس أنا بادي أعمل switching لفوق، إذا رح تكون زايحة لفوق. لاحظين كيف شكلها هيك جاي لفوق؟ بعدين شو رح يصير؟ رح تنزل ويصير الأفريج تبعها حوالين الزيرو، ورح يصير عندي plus I note و minus I note، ورح أفترض إنه الفاليو النهائي اللي هي بدها تروح عليه رح أسميه I max. فكأنه هذه رايحة، يعني إذا بدكم هذه خلينا نسميها هون هذا الفاليو، حفترضوا إنه هذا كأنه I max وهذا كأنه minus I max. يعني لو كمل هذا وعمل decay وين راح يروح بعد التايم infinity؟ على minus I max. ولو هذا كمل وهون decay راح يروح على plus I max. فI max كأنها الفاينل فاليو اللي هو في على ار، اللي هو على فكره اي ماكس كمان هو في على ار في هاي الدائره، اللي هو بالحاله هاي راح يكون في سورس على ار مش هيك؟ فاي ماكس بيساوي في سورس على ار، هي الفاينل فاليو اللي راح يوصلها لو تركته يضل يعمل ديكي في النهايه. واي نوت هو الفاليو اللي بوصل له من هون وبنزل بهذا الشكل. ترى اعتبرنا ار واحد هون وين باي حاله؟ الماكس لو بوصل الماكس لما تكون R1. لا اذا كاني رسمت الفولتج ويف فورم. اوكي بس انسى هلا الفولتج ويف فورم ممكن يكون لها اي سكيل من هون، انا راسمها بهذا الشكل. اوكي تمام مزبوط، بس الحاله العامه انه R مش واحد، راح يكون I max في S على R، بس انا راسمها هون بحيث انها كانها منطبقه على الفولتج. هلا بدنا نيجي نطلع على معادله هذا الخط من هون، ايش الانيشال فاليو تبعه؟
انت هاي لو اخذنا هاي هلا ركزنا على هاي من هون وافترضنا انه واصل ستيدي ستيت ماينس اي نوت شيك ايش الفاينل فاليو اللي هو بده يوصل له اي ماكس اذا الفرق ايش الفرق بين اي ماكس وماينس اي نوت ماينس ماينس اي نوت مش هيك اي ماكس اي ماكس ماينس ماينس اي نوت مظبوط الكل فاهم ليش ماينس ماينس يعني بلس لانه هذا فوق الليفل وهذا تحت الليفل فهذا ماينس اي نوت اه فماينس اي نوت بلس اي ماكس فايش هو كانه هون اذا قارنا بهاي الدائره بدينا من زيرو ورح ننتهي لو كملنا لانفينيتي لفي على ار فصار عندي في ار ال ماينس زيرو بس هون انا اللي بديت منه تحت الزيرو واللي رايح عليه فوق الزيرو فهاي شو راح تصير اي ماكس بلس اي نوت هاي كانها الفرق اللي هو بين الانيشال فاليو اللي بدا منه الفاليو اللي هو بده يروح عليه قديش تاو هون بالحاله هاي بحاله هاي الدائره واضح انها طبعا احنا اهملنا هذا واهملنا هذول الفورر فولتجز والانتر ريزيستنس والانتر امبيدنس فصفت عندي تي بتساوي او تاو بتساوي ال على ار هلا هو ما راح اخليه يوصل الفاينل فاليو ليش ايش بيصير بعد فتره بتفل هذا بكون وصل النقطة هاي من هون ايش النقطة النهائية اللي بده يوصلها؟ اي ال او خلينا نكتبهم هون اي ال ات تايم زيرو راح افترض انه هذا تايم زيرو وهذا هذا التايم قديش كله من هون؟ كابيتال تي مش هيك؟ وشو كابيتال تي علاقتها باف؟ اف عندي بتساوي واحد على تي اذا هاي النقطة راح تكون تي على 2 بالنسبة لهاي النقطة وهاي راح تكون النقطة تي وتي بتساوي 1 على اف مضبوط الكل متفق معي مين اللي بحدد تي او اف السويتشينج اللي بيصير هون انا اللي بحدده انا بكون حاطط اردوينو او حاطط اشي او بيك مايكرو كنترولر وانا بعمالي بعمل السويتشينج وكل 10 ملي سكند بغير الوضعية تبعت السويتشز فبكون مشغل 1 و4 فبعد 10 ملي سكند بطفي 1 و4 وبشغل 2 و3 وبدي انتبه طبعا انه ما اشغل 2 مباشره لحد ما اتاكد انه 1 طفى ونفس الشيء بالنسبه لي طيب صار عندي اي نوت هاي بتساوي ماينس اي نوت اذا الكرنت ات ذس بيريد اوف تايم بيساوي ماينس اي نوت واي ال كابيتال تي على 2 شو بيساوي بلس اي نوت مش هيك في نص الفتره هاي راح يوصل بلس اي نوت راح يرد عيد مره ثانيه راح ينزل فروم بلس اي نوت تو ماينس اي نوت بس انا مركز الان على الفتره هاي انا مركز على الفتره اللي موجوده هون هذا هو اللي بدي احل عليه اوكي ماشي الكل متابع معي لحد هلا شو عملنا بدينا من ماينس اي نوت رح ننتهي لانه هون انا عملت انتربشن ما خليته يكمل لو تركته لانفينيتي كان رح يوصل اي ماكس بس انا ما خليته يوصل اي ماكس اللي هي بالحاله هاي في اس على ار عملت له انتربشن بعد تي على 2 وشو عملت عكست الفولتج فبدنا نركز على المنطقه هاي بس لازم اندر ستيدي ستيت كونديشنز الماينس اي نوت يساوي البلس اي نوت مش هيك لازم يصير يطلع وينزل حتى الافرج لانه هاي الويف فورم صارت اي سي مزبوط شو تعريف الاي سي الافرج تبعها زيرو هذول التنتين زيرو انا يمكن رسمي هون مش 100% بس لو احنا تركنا للستيدي ستيت كونديشنز لازم يصير الاريا فوق الكيرف تساوي الاريا تحت الكيرف اذا عندي هلا صار الانيشال فاليو وعندي الفاينل فاليو هيهم هذول فصار عندي هلا اي ال راح نقول اي ال تي على 2 بده يساوي عندي اي ماكس بلس اي نوت هاي الكميه هاي اللي عمالها هون بتدفش الكرنت هذا مش وهاي مضروبه في 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي على تاو هذا شو بعطيني لو عوضت هون تي على 2 ايش بعوض هون محل تي تايم تي كابيتال تي على 2 في تاو هاي قديش لازم تكون قيمتها او اول شيء هاي شو بتمثل القيمه هاي اللي موجوده هون بتمثل قديش ارتفعت انا عن هون مزبوط مش هاي بتمثل قديش ارتفعت هون بس شو لازم كمان انا اخذ بعين الاعتبار انه هذه شفتت لتحت ماينس اي نوت مزبوط يعني هاي القيمه تمثل الشكل هذا هاي اللي موجوده هون مزبوط وهاي كانها هون الاختلاف بين هذول الاثنين هو هذا الارتفاع وهذا الكيرف اعطاني هذا اللي صار هون بس هي لازم اخليها تبدا عند تايم زيرو قديش راح تكون هاي على فكره عند تايم زيرو
لو عوضت 0 بالتي لو عوضنا هون تي اي تو ذا ماينس 0 مش هيك رح تعطيني 1 1 ناقص 1 0 مضروب في هذا رح يعطيني 0 بس هي عند تايم تي قيمتها مش 0 قديش قيمتها عند تايم تي فهذا كأنه هون I minus I naught برجع بعمل له الشيفت اللي هو بنزله للنقطة هاي إذا هاي بتمثل لي قديش التغير بيصير من البداية لحد ما أتغير من هون لحد ما يتغير هذا من هون هاي المسافة اللي هي هاي minus I naught قديش لازم هذا يساوي at time t over 2 لا لا ما بوصل فيه على R ليش ما بوصل فيه على R امتى هذا بوصل فيه على R؟ امتى بوصل I ماكس؟ لو ما عملتش سويتشنج هون وتركته يكمل 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 على الانفينيتي بس انا ما رحت على الانفينيتي انا انت سالت السؤال بعد نص بيريود افتر هاف ا بيريود وين راح تكون قيمته؟ I نوت وبعدين راح يرد يرجع يعمل سويتشنج ينزل من I نوت هاي المعادله الاساسيه هي معادلتنا وعلى فكره هاي المعادله هي نفس هاي المعادله بس مضروبه في ماينس طلعوا هذا الشكل الازرق من هون ولو قارناه بالشكل الاحمر قارن هذا الشكل بالشكل الأحمر الموجود هون هل هما متماثلين أو بيشبهوا بعض؟ كل الاختلاف بين هذا وهذا إنه مضروب في ماينس أضرب هذا في ماينس شو بيصير؟ بيصير هيك تطلع هذه هون وهي بتنزل تحت بيصير شكله زي هيك اعمل شيفتينج نفسه إذا هاي المعادلة وهاي المعادلة هم نفسهم بس مضروبين في ماينس لو ضربت هاي في ماينس يعني المعادلة الثانية المكافأة لها راح تكون هاي مضروبة في ماينس وهذا مضروب في ماينس بيساوي هذا مضروب في ماينس اللي هي نفس المعادله ما بتعطيني معلومات اضافيه نحل هاي المعادله فبصير هذا الجزء بدي اساوي بهذا الجزء ماينس اي نوت او نفك هذا اللي هون فبصير عندي اي ماكس راح اخليها اي ماكس احنا عارفين انه اي ماكس بيساوي في على ار ما بوصل عمره ما راح يوصل هون مظبوط هل عمره الكرنت راح يوصل قيمه اي ماكس الحالة الوحيدة إذا طفيت هذا وخليت Q1 وQ4 شغالين للأبد بس ما عمره رح يوصله بس أنا عارف إنه القيمة اللي عم باله بحاول يطمح يوصلها فآي ماكس في 1 زائد آي نوت ناقص آي ماكس في E to the minus T على 2 تاو ناقص آي نوت في E to the minus capital T على 2 تاو ماينس آي نوت بيساوي آي نوت نجمع التيرمز كلها اللي فيها آي نوت نجمع التيرمز اللي فيها اي ماكس هي اي ماكس مع اي ماكس فبطلع اي ماكس برا جوا بصير عندي 1 ماينس اي تو ذا ماينس كابيتال تي على 2 تاو وباخذ اي نوت اذا بدنا بنشطب الاي بلس اي نوت مع الماينس اي نوت من هون وهذا الاي نوت بروح على الجهه الثانيه بيساوي اي نوت برا الماينس هاي بتصير بلس 1 زائد اي تو ذا ماينس كابيتال تي على 2 تاو وهذه اي نوت فبصير انا مين اللي مش عارفه اللي بدي احسبه؟ اي نوت مش هيك؟ اي ماكس عارفه؟ فصار عندي اي نوت بساوي اي ماكس مضروب فيه 1 ماينس اي تو ذا ماينس كابيتال تي على 2 تاو 1 بلس اي تو ذا ماينس تي على كابيتال تي على 2 تاو وهاي المعادله اللي بحسب منها اي نوت اذا بدك شيل اي ماكس وحط محله بي اس على ار تاو انا عارفها من وين اجت تاو؟ تاو اجتني من اللود اللود اللي انا بتحكم فيه هلا ممكن انا اغير في تاو في كابيتال تاو في كابيتال تي حتى الاقي سويتشنج فريكونسي مناسبه لانه ممكن السويتشنج فريكونسي ما تكونش مناسبه لهي التاو اللي موجوده هون فاهمين؟ يعني انا بقدر اتحكم فيها هي كابيتال تي اللي هي السويتشنج فريكونسي اللي هي سويتشنج فريكونسي للود